الموسم ال 14 عبقرة المدارس ومباراة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. أمجاد الدولية المعادي القاهرة 90، محمد فريد شبرا الخيمة الأليوبية 25. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور ال 16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة. أول سؤال يارا، اتفضلي يا يارا. يارا وليد، والسؤال الأول لأمجاد، وهنشوف موضوع السؤال إيه. يا يارا، سنة كمان وكانت بقت جوكر. هاردلك، تحبوا يتسألوا في إيه؟ علم. علم، تمام. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ لـ20. 20. علم، والسؤال هو علوم. قاد العالم المصري يحيى المشد البرنامج النووي لإحدى الدول العربية، فما هي؟ متخصص في هندسة المفاعلات النووية. كان وقع عقد مع هيئة الطاقة الذرية، الوقت خلص. خسارة. في إجابة؟ دوس يا محمد. العراق. العراق. الطاقة الذرية العراقية 1979، إجابة صحيحة. بعد ما جمد السادات المشروع النووي المصري، تم اغتياله في باريس سنة 1980 في ظروف غامضة. أغلب الشكوك بتقول إن الموساد هم اللي قتلوه. 45 مدرسة محمد فريد، 90 أمجاد الدولية. السؤال الثاني يوسف جابر، اتفضل يا يوسف. هنشوف السؤال الثاني وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا يوسف. قدرات ذهنية. يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30؟ 30. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 955 ناقص 144 في 2 زائد 90 يساوي كام؟ 955 ناقص 144 في 2 زائد 90 يساوي كام؟ علي، إجابتك؟ 1712. علي، إجابة خاطئة. في إجابة؟ لا مش هفكر. محمد مرسي كام؟ 757. 757 طبعاً هي الإجابة الصحيحة. تلاتين نقطة، سهلين جدا. خسارة. السؤال الثالث مريم عمر، اتفضلي يا مريم. طبعا مدرسة أمجاد الدولية لو ما خدوش الجوكر المباراة اتحسمت خلاص بالنتيجة دي 90-45، وانا ما اعتقدش ان هم هياخدوا الريسك يعني. لا اكيد لا. يعني عشان خاطر. طيب في الحاله دي سويتش من حقكم تختاروا موضوع السؤال. معلومات عامه. معلومات عامه، تمام. سؤال ب20 نقطه ولا ب30 نقطه؟ 20. ليه؟ عشان نكسب. عشان نكسب. ما اقدرش الومكم، ما اقدرش الومكم. الف مبروك مدرسه امجاد الدوليه الفوز. معلومات عامه، والسؤال هو في أي دولة أوروبية تأسست جائزة الأغا خان للعمارة عام 1977؟ قيمتها مليون دولار. بتشجع مفاهيم البناء، بتلبي احتياجات وتطلعات المجتمعات اللي بيتواجد فيها مسلمين بشكل كبير.
فين بقى؟ ألمانيا. ألمانيا يا باشمهندس يوسف، إجابة خاطئة. في إجابة؟ تركيا. تركيا؟ مازن طبعاً إجابة خاطئة. دولة فيها مقرات كتيرة جداً. سويسرا. بالظبط كده يا عمر، في سويسرا. سؤال أخير زياد، اتفضل يا زياد. السؤال الرابع والأخير، وهنشوف موضوع السؤال إيه. علم، سؤال بعشرين نقطة. علم والسؤال هو تاريخ. تم توقيع معاهدة غوادلوبي هيدالكو عام 1848 لإنهاء الحرب بين أمريكا ودولة أخرى، فما هي؟ اتوقعت في 2 فبراير، اتنزلت الدولة دي بموجبها عن 55% من أراضيها لصالح أمريكا. مكسيك. المكسيك. عبد الرحمن طبعاً إجابة صحيحة. طبعاً 20 نقطة، النتيجة اتغيرت 65 محمد فريد، 90 أمجاد الدولية. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 35 نقطة عمر أشرف. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 155 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 310,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 4,480,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. مدرسة محمد فريد، هارد لك نحيي كلنا مدرسة محمد فريد الأهلي وبيه. أمجاد لكم كل التوفيق، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعايه